في فيديو اليوم راح اوصل لك رساله وراح اعلمك كيف تصور بالجوال فيديو وكيف تسوي مونتاج. وقبل لا ابدا بذا كله حاب اشكركم شكر جزيل على التفاعل في الفتره الماضيه. امانه شايف القناه قاعده تتطور، التفاعل قاعد يزيد، وهالشيء يحفزني كثير. ومثل ما قلت لكم انتم الوقود الحقيقي لهذه القناه، وانتم الداعم الاساسي والاول للي قاعد انا اوصل له او قاعد اسويه. وباذن الله اي شيء تحتاجوه هذه القناه راح البي لكم. في كثير استفسارات تجيني اللي اقدر ارد عليه راح ارد، في البعض ما اقدر ارد عليه لانه بامانه بعض المعلومات ما اخذ العلم الاكيد فيها، فمستحيل اني اوصل لك رساله او معلومه انا ماني متاكد منها. نقول بسم الله نبدا في اليوم. طيب عشان نصور الفيديو في اعدادات بسيطه لازم نسويها، وانا سبق اني شرحتها في فيديو سابق في اعدادات الايفون. اذا حاب انك تروح هتلقى رابط الفيديو في صندوق الوصف، او تقدر برضو تلقاه هنا او هنا هنا او هنا. الشغلة الثانية راح نتعلم مع بعض كيف منتج الفيديوهات، لمسات بسيطة لا تشيل هم. اول مرة تحمل التطبيق راح تتعلم كيف تمنتج، لا تشيل هم. ولكن الرسالة اللي راح اوصلها لكم، اول شيء اذا كنت حاب تصور فيديو لابد تكون رسالة هاتفة. ما اقصد هاتفة انه رسالة يعني فاهمني، لا، الهاتفة انه لازم المتابع يكون مشدود لهذا الفيديو، حب، عشق، حزن. في كرة القدم يقولوا على اللاعب الفنان رسام، انا امثل المصور بالشاعر. الفرق ان الشاعر بيلقي خطاب كلام يوصل فيه المشاعر، انت كمصور بالصورة او في الفيديو توصل هذه المشاعر للشخص اللي قاعد يشوف بدون ما تقول ولا كلمة. كاميرتك هي اللي راح تتكلم وراح توصل هذه الرسالة. اول شيء زي ما انتم شايفين في الفيديو اللي امامكم كان معي جوال ومعي ترايبود، ثبتت الجوال على الترايبود وهذه اول خطوه لازم تسويها. الخطوه الثانيه تروح على اعدادات كاميرا الايفون، خلي التصوير على 60 فريم 4K، لابد 4K. الشغله الثالثه ثبت الجوال، شغل الفيديو. مده التصوير للفيديو تكون من 5 دقائق الى 10 دقائق. طيب انا واقف نصور اي شيء؟ لا، لابد يكون في هدف انت قاعد تصور فيه، مثلا غروب الشمس، حركة الناس مع الغروب، إذا السماء فيها سحب، لابد يكون في شيء برضو يحط أو يضيف جمالية للفيديو اللي قاعد تصور. ليش نخلي الفيديو من 5 إلى 10 دقائق؟ عشان نقدر نتحكم في المدة الزمنية للفيديو ونقدر نختار أفضل جزء من هذا الفيديو. بالتالي بعد ما نصور مثل ما شفتوا هتطلع معي النتيجة بهذا الشكل. بعدها راح أخذ الجوال وأدخل على تطبيق VN. إذا فتحنا تطبيق VN حتطلع معي الواجهة بهذا الشكل. عندي فيديوهات اشتغلت عليها سابقا، حاب اني اسوي فيديو جديد، اضغط على الزايد تحت حتطلع معي هذه القائمة، اضغط على نيو بروجكت بهذا الشكل حتطلع معي هذه الفيديوهات، اختار اخر فيديو اشتغلنا عليه اسوي له اضافة. زي ما انتم شايفين مدة الفيديو 2:40 تقريبا، انا ما احتاج هذا الوقت كله، عشان كذا قلت لك صور مدة طويلة وتختار الجزء الافضل في الفيديو. راح اجي هنا واختار الجزء اللي انا ابغاه في الفيديو مثلا من هنا، بعد كذا اسوي اختصاص من علامة المقص اللي موجودة تحت، بعد كذا اروح للجزء اللي انا ما ابغاه واسوي له ديليت من علامة سلة المحذوفات. طيب الشغلة الثانية تحت الفيديو عندي المقطع الصوتي، اضغط عليه واخفض الصوت الى اخر شيء واحط علامة الصح. الشغلة الثالثة نضغط على الفيديو بهذا الشكل هتطلع معي عدة خيارات، علامة الزايد الكي فريم أضغط عليها، بعدين أروح لآخر الفيديو وبالإصبعين راح أسوي زوم إن، سحب للأمام بهذا الشكل، أرتب زي ما أبغى، مثلا أبغى بهذا الشكل، أوكي. الآن لو أرجع من البداية وأشغل هنشوف هيكون معي الدخول للفيديو بشكل جميل ولطيف ويعطي لمسة إبداعية في الفيديو. هذا التكنيك أنا أعتمد عليه كثير في تصوير الفيديوهات بالجوال. طيب حسيت أن الفيديو طويل، أنا ما أحتاج 27 ثانية مثلا، أقدر أقص الفيديو من المكان اللي أنا أبغاه مثلا هنا وأحذف حيكون معي 16 ثانية بهذا الشكل. طيب الشغلة الثالثة حاب أن أضيف لمسة لونية للفيديو، من تحت عندي فلتر أضغط عليه، عندي هنا مجموعة خيارات مجانية أقدر أضيف فيها أي فلتر أبغاه، مثلا هذا الفلتر أو هذا الفلتر، نحط بعد كذا صح. نبغى نضيف مقطع صوتي، فوق عندي هنا شعار الموسيقى او علامه الموسيقى او ايقونه الموسيقى اضغط عليها، تطلع معي 3 خيارات، الاختيار الاول ميوزك اضغط عليه، عندي هنا مجموعه خيارات. اذا شفنا العلامه اللي في النص، اذا عندك فيديو في له مقطع صوتي حاب انك تستخدمه تقدر تضغط على هذا الخيار
هذا الشكل وتختار الفيديو ويضيف لك الصوت من هذا الفيديو. إذا أنت حافظ مقطع صوتي عندك على البرنامج نضغط الخيار الثاني هذا الشكل وتختار من هنا الموسيقى اللي أنت حاب تضيفها. مثلا حاب أن أضيف هذه الموسيقى. طيب الآن عندي خيار الأول اللي هو الصوت، غالبا أنا أخليه من 70 إلى 60 بحيث أنه يكون هادي الصوت. عندي هنا تسجيل أو دخول الصوت وخروج الصوت بشكل تدريجي، دائما أنا أخليه ما يتجاوز الثانية بهذا الشكل. ومن فوق هنا راح أختار من وين أبدأ المقطع، أنا هخليه من هنا. نسمع. تمام، أحط على صح. والآن لو أكبر نشوف النتيجة. وكذا يكون صورنا فيديو ومنتجناه بالجوال بشكل جدا احترافي وجميل وخرافي. إذا كنت تابعني في انستغرام ترى أغلب فيديوهاتي تعتمد على هذا التكنيك وتجيب مشاهدات وتجيب تفاعل غير طبيعي. التكنيك هذا سهل ويخليك تطلع شغلات جميلة وميزة. أهم شيء زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، خلي الفيديو هذا يلامس مشاعر المشاهد. اكتبوا لي أي شيء حابين نتكلم عنه في الفيديوهات الجاية، شاركوني أعمالكم على حسابي في انستغرام، أحلى أعمال راح أسوي لها شير ونشر بإذن الله. كذا يكون الفيديو انتهى. لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك في القناة، ما أحتاج أوصيكم، ما شاء الله صرتوا مو مقصرين. أنا نواف، ألقاكم في فيديو جديد، فأمان الله. بالله كيف يا شباب؟ والله كبير لشخص محدد. تمام؟ في رسالة جميلة ولكن حلوين إلى الآن. هذا الفيديو أنا اشتغلت عليه، ما يصير. الآن حتشوفوا النتائج اللي طبقناها على شروحات فيديو اليوم. النتائج حلوة، خفيفة، ظريفة. هذه النتائج حتقدروا تطلعوا فيها وأفضل منها. أهم شيء إنك تركز في الفيديوهات وفي الكلام اللي قلناه في هذا الفيديو. خلونا نشوف النتائج مع بعض. حبيبي بعد غيابه عارف قلبي عذابه، سفرة الأفراح طالة المشاوي نسيتوش كل ده، بكتب لو اقول غير كده، منجحتش ابطل افتكر وافكر.